ترامب تربطنا علاقات مميزة مع تركيا حاليا ومتنمية تركيا. لا، وقال كمان ان الرئيس التركي قوي وذكي. متين كده؟ انا بقول لك بالنص ان الرئيس رجب طيب اردوغان رجل قوي وذكي. قال لا، انا مش يعني التصريح هنا في مكانه مقلق، يعني مش مقلق، مش قلقان لا تركيا تلف الموضوع، لا مش قصدي، مش دي القصة خالص، بس قصدي اقول ايه، يعني هل مش بس الملك سلمان اللي بيعفر جبهته تحت اقدام تركيا عشان تلم الموضوع، هل كمان ترامب وصل بالمرحله ما هو بيحاول يسميه اردوغان باي طريقه؟ لان اردوغان اللي عامل يلعب اللعب ده الحقيقه، يعني الحقيقه بص، النائب العام السعودي طلع قال كلمه ما لهمش لازمه، طلع الزوم اللي بقى خلاص بقى، واردوغان بيشتري القضيه سياسيا، واردوغان بيعمل ابو كده. انتوا مين النائب العام السعودي؟ اه ده كذاب بقى، كذاب ليه؟ ادي معانا تسجيل 15 دقيقه في توزيع مهام، ومش بس يعني مش قتل كده، ده قتل بصنعه، مش بس كده، ده في اسم او يعني الشكوك حوالين اسمه ايه ده بن سلمان. فيتعمل تليفون من ترامب نفسه ويخرج بعد التليفون يقول لك تربطنا علاقات مميزه، ويطلع يقول على الرئيس التركي ان هو راجل قوي بيحبه الحاجات دي. ايه بقى؟ انت عايز ايه؟ عايز تلم الموضوع يعني؟ وكانت طلعت اشاعه انه هيبادلوا عبد الله اسمه ايه ده فتح الله جولان بقضيه خاشقجي. فراح الناس كلها طلعت نفت، امريكا طلعت نفت، وتركيا طلعت نفت. طب ادي الورقه انتهت، امال ايه بقى؟ فهو طلع لا وكلمه. انا الان لا يقعد يعني ترامب بقى شكله وحش قوي، يعني وصل لمرحله انه بقى تقدر تسميه دلوقتي دونالد ترامب بن سلمان، ده عامل اكتر من بن سلمان، من سلمان نفسه.